بس قبل ما برضو نسيب هذا الملف، يعني خلينا نتكلم، لان امبارح كان المتحدث الرسمي باسم كايزر تشيفز كان في لقاء هاتفي مع احد الزملاء، وانا استمعت لهذا الحوار بصراحه، وكان بيساله المذيع، بيساله استعداداتكم ايه، وهل انتم مترددين ولا مقبلين ولا جاهزين، يعني بيحاول يعرف منه اي حاجه. فقال له احنا عارفين احنا الخصم اللي بنواجهه، واحنا على اتم استعداد وعندنا جهاز فني قوي جدا، واحنا عارفين ان الاهلي نادي كبير جدا، لكن احنا ما عندناش اي مشكله ان احنا كمان نلعب لعب فيه نديه على ارض الملعب، وان احنا كمان يبقى لينا فرصه بالفوز. سالوا ايضا الزميل، قال له طيب انتوا وضعكم ايه مع موسيماني وشايفين الدنيا ازاي، وهذا المدرب او الفني او المدير الفني اللي جه لنادي الاهلي وحقق بطولات يعني وانجازات كتيره جدا في وقت قصير. قال له احنا بنحترم جدا موسيماني، لكن وعارفين طبعا عنه ده، وعارفين قد ايه هو مدير فني قوي، ولكن احنا بنركز اكتر على الفريق، والاهلي هو اكيد اللي هيركز اكتر مع موسيماني، واحنا عارفين ان هو فريق ومدير فني قوي، لكن احنا برضو قد هذا التحدي. ده اللي هو قاله. فده شيء على فكره مقبول جدا وما فيهوش اي مشكله، منطقي وكلام موزون وفي قدر كبير من الاحترام، وطبيعه الحال لازم يصدر لك برضو احساس الثقه بالنفس، وطبيعي ان يكون عندهم ثقه بالنفس فريق زي ما كنا بنتكلم امبارح واول امبارح. طالما وصلوا للمرحله دي من البطوله، وصلوا للنهائي، يبقى اذا هو فريق لا يستهان به. ما ينفعش توصل للنهائي بالصدفه لمجرد ان انت فريق محظوظ، صعب قوي الحقيقه. هما فعلا يمكن لعبهم غير متوقع الى حد ما، يمكن ما كانش على ارض يعني الواقع، خصوصا مع ماتش الوداد، يعني كان لاعب يعني كفه الوداد كانت افضل بكتير، ولكن الفوز هو اللي بيحدد برضه، فاكيد هما فريق مش ضعيف، هيبان، لكن ان شاء الله السبت كلنا هنفرق.